يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم البعض بوضع أذان الحرم أو بعض التلاوات من القرآن أو الدعاء لختم القرآن بدلاً من نغمة الجوال، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ هذا إهانة للذكر وإهانة للقرآن، وله يستخدم للذكر والفائدة، وإنما يستخدم للتنبيه على المكالمة، هذا أمر لا يجوز. يجعل الجوال منبه غير جرس خفيف مثلا، ليس فيه موسيقى ولا تطريب، جرس خفيف يسمعه ويكفي هذا. نعم.